لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بعد القرارات الأخيرة لأحمد الحشاني، هل يتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات غير مرضية للحكومة؟ بعد القرارات التي تشبه قرارات حكومة نجيب بودن، ينتظر الجميع بعد انتشار أخبار هذه الأيام عن إقالة الحكومة التونسية وتشكيل حكومة رئاسية جديدة وأحمد الحشاني رئيس الحكومة. بعد القرارات الأخيرة الغريبة واختفائه عن المؤتمرات، حيث أنه قد يسبب الإقالة له مثلما حدث مع رئيسة الحكومة نجيب بودن، حيث طالب إحدى أعضاء الشعب التونسي وكل أبناء الشعب التونسي بتشكيل حكومة رئاسية جديدة على استضعاف المسؤولية بعد الهبوط الحاد في الاقتصاد والتجارة وأيضا خفض المرتبات. ولا يظهر أحمد الحشاني رئيس الحكومة بقرارات صارمة هذه الأيام ويختفي عن الأحداث، حيث ينتظر الشعب التونسي قرارا من الرئيس قيس سعيد بتشكيل حكومة رئاسية جديدة للشعب التونسي. وأتمنى الشعب التونسي حدوث ذلك، حيث أن هذا القرار سيسعد كل أبناء الشعب التونسي وكل الأعضاء. وأحمد الحشاني هو رجل سياسي ولد في 4 أكتوبر 1956 بتونس العاصمة. عين الرئيس قيس سعيد يوم 1 أغسطس 2023 رئيس الحكومة خلف النجيب بودن.